برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. تنطلق الأسبوع القادم النسخة الأولى والمحدثة من الأسبوع العالمي للغذاء بنسخة جديدة تتضمن عدة فعاليات بالإضافة إلى المعارض السابقة التجارية، معرض أبو ظبي الدولي للأغذية اللي احنا فخورين فيه وبتوسعه، وكذلك معرض أبو ظبي للتمور. ستطلق خلال هذه النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي، واللي راح تحتضن نخبة كبيرة من صناع ومتخذي القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم. الحمد لله رب العالمين، اليوم احنا نقدر نقول معنا أكثر من 20 وزير ونائب وزير في مجالات وماسكين ملفات مهمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. راح يستعرضون التحديات وراح يناقشون الحلول، وإن شاء الله راح يتوافقون. طبعا راح يكون في عدة اجتماعات وزارية تخلل هذا الحدث. في النهاية الهدف أن إحنا اليوم في دولة الإمارات نمد إيدنا للعالم، بحيث أن اليوم نتكاتف ونحل قضية مهمة جدا اللي هي الجوع واللي هي الأمن الغذائي، واللي هو مهم جدا لكل فرد على هذا العالم. إحنا انتقلنا اليوم من أن نناقش قضايانا المحلية إلى أن إحنا نناقش قضية عالمية ونمد إيدنا للعالم، وإن شاء الله راح تكون القمة هذه ناجحة بحضور وتكاتف الجميع. وكذلك ندعو جميع الخبراء في هذا المجال وكذلك المستثمرين بالحضور والاستفادة من هذا الحدث العالمي بنسخته الجديدة.